عرفنا جميعا ماذا سيستفيد الريال من قدوم مبابي، وهذا أمر لا يخفى حتى على الولد الصغير، لكن ماذا سيخسر البارسا بقدوم مبابي إلى ريال مدريد؟ ما راحش يزيد بيه حتى حاجة، سيخسر الألقاب. الألقاب أنا وين أنا مدوخ أنايا اليوم آمين تقريبا 3 سنوات ويستنى في مبابي. سبع سنوات ويستنى في مبابي، واليوم يقول لك ربما ما يفشل. راح يفشل. نخلو هذيك الإمكانية تاع يقدر. ماذا سيخسر البارسا من قدوم مبابي؟ راح يخسر أشياء كثيرة من الألقاب. الألقاب بالعكس أنا نشوف أنه يربح برشلونة. والله واش يربح؟ واش يربح؟ نقول لك واش يربح. الآن برشلونة سيكون مرغما على يجيب لاعبين، أن يأتي بلاعبين بوقت طريقة ما على باليش. مرغم دراهم. لابورتا، شوف لابورتا كان عنده دهاء اقتصادي. ونقول لك حاجة، لابورتا في يوم من الأيام لازم يعطوا له جائزة نوبل للتسيير، لأنه الفريق الذي نوبل للكذب وليس للتسيير. ماشي الكذب محمد، شوف الكذب جزء من التسيير. تحب ولا تكره، ما كان عطيني مسجل ليه الرجل يكذب منذ حتى قبل وصوله إلى برشلونة. تجيري محمد، لازم تجيري الجماهير، والجماهير باش تجيريهم لازم تكذب. تخدم في كلوب باسيات واش معناتها الكذب؟ ماناش نقول الكذب حرام، رانا نهضروا في عالم سياسة وفي عالم تسيير محمد. في عالم سياسة الكذب والخداع بالنسبة لهم أمر عادي، أمر عادي مطلوب ومحبب. ما كانش قادر يشوف. شوف محمد، شوف كان لو كان جوش بيهم شهرين بحكاية هالاند، وبعد 3 شهور بحكاية شكون تاني؟ كيميتش، وبعد 4 شهور بحكاية فلان، وبعد جاب بيهم شهرين واحد اخرين بلي ميسي هاو ملي يقدرش يجوز العام سيبقى في بارك الله. وحتى مبابي، مبابي وداروه تاني برشلونة، قال لك بلي بي اس جي خلاص عم تفاهموا معانا، يكرهوا ريال مدريد، ما همش حابين يروح ريال مدريد. يعني بيضغط على فيسبوك، يعني نادي تدراري تفصلنا امبراطورية برشلونة بالاكاذيب في العدد. لا لا يعني نقول لك محمد، وراني نهضر سيريو والله، راني نهضر بجدية والله. غير لابورتا واش قام به هو وتشافي، نهضر تشافي على الموسم الماضي، واش قاموا به لابورتا وتشافي في الموسم، في الموسمين الاخيرين مع برشلونه، والله غير يستحق التقدير محمد. لانه اي مدرب في العالم والله غير يرفض يجي لبرشلونه في تلك الظروف. اسمعني، واي رئيس في العالم يرفض يمسك برشلونه في تلك الظروف. كانت كارثه. نعطيك برك تشكيله لعبت بها برشلونه محمد، راح تسال كاين لاعبين والله العظيم ما تعرفهم لعبوا في برشلونه كانوا اساسيين. ديباي كان اساسي، لعبوا في كلاسيكو بداست، كان واحد كان واحد غوتشيلا هكذا واسمه شغل غوتزيلا، مانغويسا لا مانغويسا. كانت تشكيله كارثيه محمد، ما تلعبش حتى في سبورتينغ، في سبورتينغ واسمه هذيك سبورتينغ خيخون ميدو. لعبوا في برشلونه هكذاك وداو لقب محمد، داو الدوري وزادوا داو السوبر سوبر 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 كاب مع ريال مدريد. ماذا سيخسر برشلونه من صفقه انتقال مبابي الى ريال مدريد، وكيف سيرد لابورتا على هذه الصفقه؟ من يخسر شيء برشلونه؟ من يخسر الالقاب؟ الالقاب على جيبو مبابي سوبر شغل يبدا يمشي فيه 3 متر في الطول و 4 متر في العرض، يجي ياخذ الالقاب. لا الالقاب تلعب فوق ارضيه الميدان، لا تلعب في ورق، في اوراق الصحافه ولا في مواقع التواصل الاجتماعي. فينيسيوس وجود بيلينغهام، ما تقدرش تلعب جيل افضل من هؤلاء اللاعبين وما فاش بالالقاب. جيل جالاكتيكوس، رونالدو فيرمينو اعظم مهاجم في تاريخ كره القدم، ما فاش بالالقاب. ريال دائما كان يفوز بالالقاب ميدو. هل حق مش من الالقاب الكبرى مع هذه كان يفوز بالالقاب التي فاز بها؟ يعني انت غير متخوف من مجيء مبابي؟ باش تخوف لعب ماتش سي دي ماتش 11 كونتر 11 فوتبول، ما فيش الخوف. برشلونه سيستمر بما يملك من كيف سيرد لابورتا على هذه الصفقه؟ بماذا سيرد برشلونه؟ بالسكوت بالاختباء ايه برشلونه ما يقدرش يرد. طيب باص بالترونغلور برشلونه، تصور نعطيك فقط شيء واحد. برشلونه اعلن في اليوم يعلنوا ريال مدريد ممكن على 15 مليون اورو راتب مبابي، ويتم وضعها في الليغا بصوره عاديه. برشلونه وضع راتب في جو فيليكس 400,000 اورو، هل تعلم ما دفع على طيب باص في سلم الرواتب؟ وضعه ب 4 مليون اورو. قال لهم كي قالوا له علاه في تصريح صحفي، قال لهم جو فيليكس نجم، لا يمكن ان ينال فقط 400,000 اورو مثل ما ارسله برشلونه في العقود. انت تسير على حسب العقود ولا تسير على حسب الاهواء؟ العقود طبعا. الاتحاد يعني مثلا يعني الرابط الاسباني علقت الان كل فشل برشلونه في شماعه اسمها تيباس. اعطيتك مثل واحد. برشلونه هذا الموسم كيف سيرد لابورتا الان؟ هناك صفقه مدويه، صفقه تاريخيه، هناك نجم عالمي يقترب من الدوري الاسباني يدق ابواب الريال، ولابورتا المسكين في سبات مختفي مختبئ. ماذا سيفعل؟ كيف سيرد ميدو؟ بما على اوبليج يرد، لازم يرد فني، لازم ترجع ميدو. شوف على تتلقى لك ما تلوى تلوى لك ما تريح ما مختفي.
مبابي لا ضربة وليست لكمة. مبابي صفعة. يلعب لي وحده في ريال مبابي شوف مبابي سميه لكمة سميه صفعة. سميه ضربة قاسمة. طول عمر عادوا نتلاقاو هنا ممكن تغير حديثك لأنه كرة القدم لا ماشي علم دقيق. كما قال لك ممكن ينجح ممكن ما ينجحش. ليست علم دقيق ولكنها علم. علم. هذه يغلطوا فيها بزاف ناس. يقول لك كرة القدم ليست علوم دقيقة. صحيح ليست رياضية. مبابي نجم عالمي. ليست علوم دقيقة ولكنها علوم. إيه مبابي نجم عالمي واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم ودوبي دي زاني وريال مدريد دي جيري مورا 7 سنوات كاملة اليوم راح يأتي ريال مدريد لكن من يضمن أن يتألق المرة مبابي؟ الأخيرة ليس الريال من جرى وراء مبابي وإنما مبابي من جاء إلى الريال ودخل إيه أبواب الريال 7 سنين ما زال 7 سنين خطفوا نويس هدمت الذات عقبيلية أين لابورتا أول سؤال أين لابورتا الآن كيف أين لابورتا؟ أين هو مختفي؟ من على بال أين هو مختبئ؟ هو مختبئ؟ ليس مختبئ لا كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم يمكن أن يتألق مبابي لازم يكون رياض لازم يكون ويحققوا نتائج كبيرة قاسي سعيد سكوت لابورتا وعدم ردي أمر منطقي هو ماشي ما فيه إرادة ذكر كاميدو فيجو لما كان جاي للريال وبعد برشلونة شفت المعركة اللي صارت ما بين الرؤساء تاع برشلونه وريال برشلونه ريال مدريد لعب 4 سنوات على ما اعتقد في برشلونه بعد مشى لريال مدريد لانه كان وقع امبري كونطرا مع بيراس ولم يكن ينتظر ان يفوز بيراس بالانتخابات وحتى انه شفت المعركه اللي صارت وبعدها لما فاز بيراس بالانتخابات كرئيس ريال مدريد فيغو تخوف مع وكيل اعماله طالبوا بفسخ هذاك البري كونطرا العقد الاولي هددهم بيراس ب 50 مليون بيزوس يعني كان بيزوس هذاك الوقت يعطيو لهم 50 مليون ميدو اورو 50 مليون هل مالت الان اورو هل مالت الان كفه الموازين في الدوري الاسباني لمصلحه الدوري الاسباني بهذه العقليه بهذا التسيير بهذا الخنق الانديه من جانب سلم الرواتب يسير ليكون دوري النادي الواحد مثل الدوري الالماني تماما قد نرى بعد 3 أو 4 سنوات دوري برشلونه علاش يكون دوري ريال مدريد هل ريال مدريد هو المتسبب في هذا الأمر؟ ليس المتسبب في هذا الأمر لكن هناك فريق أحسن تسير وفريق أساء تسير كاين أمورات أخرى كاين مجازر ارتكبها روسيل وارتكبها بارتوميو ميدو هاد الشخصين هاد الرئيسين يجب أن يحاسبا في محكمة لاهاي لأنهما تسببا في إغراق واحد من أعظم الأندية في العالم وماذا حدث لإشبيليا عند روسيل وبارتوميو؟ لا يمكن ميدو أن تقارن فالنسيا وإشبيليا بنادي برشلونة برشلونة يبقى فريقا قويا حتى لو تلاعب به الزمن وتلاعبت به الأيام حتى لو وصل مبابي إلى الريال البرشلونة يبقى ناديا عملاقا أكيد برشلونة وريال مدريد ناديا عملاقا لكن حتى فالنسيا وإشبيليا وبعض الأندية الإسبانية أتلتيكو أندية قوية وهي ملح الدوري الإسباني خاصة أنا واحد من الناس نحب نشوف مباراة فالنسيا لكن ليس هذا الموسم الماضي قبل لما كان فالنسيا الذي لعب فيه باراخا ولعب فيه دافيد فيا ودافيد سيلفا في السنوات الأخيرة اليوم يعاني موسى صايب ماجر تاني يعني.